هاد الكرة ديال 93 هذه من الأخطاء القليلة اللي دارها البدراوي، أخطاء القليلة اللي دارها البداوي عفوا، ديما كتخالط ليا سميتو مع البدراوي. راه كتشوفوا البداوي هي هذيك الكرة. هادي بغيت نرجع ليها لأن عاد تفكرت هذا، هذه من الأخطاء القليلة اللي دار البداوي. علاش؟ هذه كانت كونتر أتاك، البداوي غادي بالكرة، شوفوا قدامه مي ياك، شاد الكرة هذه، شوفوا القدام كاين جوج مدافعين، كاين مي حدايا وكاين لهيه كاين خابة تاكو. دوك أنا غادي جو مين لاتاك، أش كندير؟ كنعرف بأن مي غادي معاه مدافع بعدا، وتاني حاجة كاين جوج مدافعين، واخا ندفع عليه كاع قدامه بالاكستيريور دو بي غادي يخرج ليه واحد في هذوك الجوج، غادي سيرتو داك اللي من لهيه غادي يخرج ليه، غادي يقطع عليه. دونك صعيبة، اش غادي ندير؟ غادي نكروشي لجهة اليمن الوسط التيران، راه هو خابة غنلعبها معاه، غادي ونقدر كاع من تما نعطي لاباس، لأن يعني هذاك كيجري غنعطي لاباس لخابة، راه هو خابة، وخابة خليه هو يعطيها المي، وغتمشي الكرة بطريقة سليمة. فهذه من الأخطاء القليلة اللي دارها البداوي وسجلت عليه. لعاب زوين تبارك الله، كويري ما عندي ما نقول، ولكن هذه الكرة غلط فيها لأنه ضيع الفرقة في هجوم اللي كان ممكن غادي يريحنا في البيت الثاني ونلعبوا على خاطرنا. ألوغ مشات هادي، نشوفوا 94، 94 كتشوفوا العملية هادي اللي قلت ديال البداوي، عطاها بالاكستيريور المي مشى بها، مي تقيل، مي شاد الكرة هادي، والله يكون كان شي مهاجم خفيف يتين يكروشي، أولا بلا ما يكروشي غادي يسبق هو المدافع، لأن الكرة كانت في المتناول، بلا ما يقلب على القليب غادي يشدها، غادي يعفط عليها من الفوق، ديك يعفط على البالون، غادي يعفط عليها غتجي عنده، غادي يعفط عليها وغادي يصفحها لعند خابة، خابة مشى هو والكون. ولكن بزاف خاص الرجاء، بزاف بوكو ترو دو، كيما قال مولاي قالك ترو دو باجاج، ترو دو ديشي. 95 هادي كرة من الكرات اللي كانت مع المدافع الواعر ديالنا اللي هو الهدهودي. شوف الهدهودي هنا راه الكرة كانت ديالته، كان هو سابق ليها، شوفوا حيت كانت كرة سونتراج ليلي، هو مشى خرج باش كيغوبلي على بداوي، هو سابق الكرة، وشوف واش غيطلع ليه من بعد، ياك هو سابق، شوف ها هو ولا المهاجم، هو مشى سبقوا الكرة، خطفها ليه وداز سونتراج ودازت، جاب الله مشات كرة عند عالية، مشى لها زنيتي شدها، ما كانت كون سونتات لهاد لافاسادا كان يماركيها، يعني باش بالك الهدهودي ديباسي باغ لي زيفينمون، سي ان جوار اللي خصو يجلس هذاك، راه حشومه يبقى يلعب في الراجي هذاك. 97 هي الكرة تاع البيت، 97 الكرة تاع البيت ديال التعادل، شوفوا الشوهة ديال الرجاء، وشوفوا الشوهة ديال السي زنيتي عامل الفريق. شوفوا دابا هاد الكرة هادي هي كوفرة، ياك كوفرة بحال اللي كانت عندنا قبيلة ديال الصبار، غادي سونطريها اللاعب، ياك شوفوا شحال من مدافع ديال الرجاء، يعني تبارك الله الكاري عامر، ياك حنايا هنا علاش نحتاجو حنا نلعبو على اللين كاع مثلا؟ علاش؟ علاش ما ندخلوش للكاري ونعمرو الكاري ديالنا، وحتى الكون يكون امام المسؤوليات ديالو، لان خصو يخرج للكره، يعني انت ملي كتعمر كمدافعين كتعمرو الكاري، كتفرضوا على داك اللاعب اللي غيسونطري يضرب كره في السماء، يعني في السماء كيضرب هذيك الضربه القصبه كما كنقول، كتكون غاده ونازله، وكره كتكون غاده نازله كتسهل على الكون. دونك نتوما المدافعين في لانيماسيون ديفونسيف ديالكم ما خصكمش هنايا كفره قريبه للكاري، ما خصكمش تلعبوا على اللانين، خصكم تلعبوا تعمروا الكاري وتجيو قدام الكون ديالكم، ما عليناش تلعبات كما تلعبات، نشوفوا الذكاء ديال السير المدرب ديالنا، المهم تلعبات غادي يلعبوها فوق من المدافعين، غادي يخرج السير الحارس ديالنا، ها هو ها هي زعما مبدئيا انا بالنسبه لي انا الحكم ديالي لهذه العملية أنه ما دام المدافعين ديال الرجاء كثار في الكاري، الحارس ما خصوش يخرج كاع، خصو يبقى في البوطو ديالو كاع، إلا متأكد من راسو يبقى في البوطو ديالو، هذا اللي كنعرف أنا حارس مجرب، يعني كنسيني ليه وكنجدد ليه لأنه عنده تجربة غادي يفيدني، فهاد التجربة راه ما كايناش عند هاد السيد، باش يعرفوا الناس اللي هما جدوا ليه، راه كيثبت ليكم كل ماتش بأنه ما عنده لا تجربة لا والو، راه السيد ما بقاش لو كور ديالو تيعاونو باش يمكن لي يوظف ديك التجربه ديالتو، التجربه راه كاينه، قراءه اللاعب كاينه، ولكن لو كور ما بقاش كيستجب، دونك
بغيتو تبقاو غالطين بقاو غالطين، غتبقاو كتغلطوها في الناشا. شوفوا الخرجه، خرجه ازاردوس، غادي يضيع البالون، غادي يضيع البالون. ها هي شتيها، غادي يضربها، غادي يدفلها، غضرب من داوي غطيح، غادي يدفلها في السماء، هو انهزم هوائيا، وغادي يدفلها في الارض لانه غيضرب عليه كامل تحت من كرشو. ها هي كامل دوز عليه تحت من يديه، غادي ينهزم فضائيا وغادي ينهزم ارضيا. ها هي ضرب عليه ديزيام بوتو، ضيعنا في 3 نقاط هاد الحارس هذا اللي مجدين معاه. فاش نقول لكم، تحيه للناس اللي جدوا معاه واللي كيديو الذنوب ديال هاد الفرقه، هادوك اللجنه كيديو الذنوب ديال هاد الفرقه هادي، كيديو الذنوب ديال هاد الجماهير اللي هي كتضحي بالغالي والنفيس باش تعاون هاد الفرقه هادي. فحرام انه فرقه تضيع نقاط بهاد الطريقه هادي. فغادي نفتح المجال للاخوان، وسمحوا لي شويه طولت عليكم شحال هادي 20 تقريبا ساعتين، المهم انا غنزيد ساعه تيتكلموا الاخوان على خاطرهم، ما عنديش مشكل. غنفتح المجال للاخوان اللي بغى يدخل، والله ما عندي المشكل. مرحبا مرحبا بكم، تفضلوا. خصدوا اليوم مع المحمديه ويدي 3-1 تبارك الله، وغادي يدخلني نفسه، غادي يبان لك مذكور عاوتاني، اباك عاوتاني مذكور لاعب، وغيبان لك لا حول ولا قوه الا بالله. زعما شوف، ما حد هذاك السيد كاين هنا، شوف كيخص مدرب اللي عنده كاريزما وعنده شخصيه، ما كيعرف لا لجنه تقنيه ولا بوليو الكحل. راه ما نساوش واحد القضيه، راه مازال ربما غتجي معيد والناس غيدخلوا سميتو، راه مازال غتجي الفرصه وغادي نقولها. راه كاين ناس كيدخلوا، كاين سماصريه، كاين سماصريه، كاين سماصريه، كاين جن. بغيت نقول لكم الجن، والجن الجن غيرجع يحكم في الرانجا، الجن غيرجع يحكم في الرانجا. واش فهمتي؟ دونك داكشي كنا خايفين منه، ولينا كنا كنقولوا بانه تقاضى من الرانجا رجع للرانجا. اذا الرانجا تسناو الخراب، ولا ما تحلموا بشي حاجه مستقبلا، انا كنقولها لكم، لانه السيد الرئيس ما تعاملش مع المسائل بحزم. فهاد المسائل ماشي خصهم اجتماعات وتشوف شي، لا لا سيدي لا، خص داكشي نسمعوا قرارات، حيت هادشي اللي واقع في الرجاء حد الان كيضل في الخطر. راه ما خصوش حكا راه حنا غنديروا هذا الاجتماع مع المدرب، لا، هادشي خاصو قرارات. واول القرارات اللجنه تغبر، شي ديك اللجنه التقنيه خصها تغبر باعضائها بثلاثه، ما يبقاوش يدوروا في الوازيس نهائيا. وخصك تجيب مستشار تقني اللي يكون انسان نزيه ومشهود ليه بالنزاهه. وانا كنت عطيت مثال ديال السي ديال حرمه الله، وما كاينش حرمه الله، كاين بصير، بصير جيبو دابا بصير كمستشار تقني ودير وحدك من انسان امين. وانا كتشوفو بصير، شوف شحال هو مهمش، بصير ما عمر خرج بشي موقع وبدا كيهضر وراه